رمضان له خاصية مميزة ان بيكون اطباق الحلويات الشرقية حاضرة وبشكل قوي. طبعا. الكنافة قاعدة تعملي كده، هي ايوه الكنافة كنافه والقطايف. وبسبوسه وكلاش وخلاف لا بس والقطايف طبعا. الكنافة والقطايف وهما نقطة ضعف على فكرة في الشهر الكريم ده. مش لوحدك الحقيقة. يمكن الكبار والصغيرين بيحبوا الكنافة والقطايف. كاميرا قناة الغد العربي تجولت في سوق الحلويات، خلينا نروح ناكل ونرجع مرة تانية. أكتر عادة من عادات المصريين عزيزة جدا على قلبي وهو طبق الحلويات. طبق الحلويات ليه مكانة كبيرة جدا على السفرة المصرية ويمكن السفرة العربية في رمضان. كنافة وقطايف وبسبوسة وجلاش وسمبوسة وغيرها كتير وكتير من الحلويات المصرية والشرقية، هيكون معادنا معاها في التقرير ده. حين يأتي رمضان تتفنن ربات البيوت في التنويع بين الأكلات على السفرة المصرية، ويأتي طبق الحلويات الرمضانية بكل ما فيه من حلويات مختلفة كأحد أهم أولوياتها في ذلك الوقت. أكثر حاجة في بحث رمضان الكنافة، يعني الناس كلها متعودة أن هي قبل رمضان، يعني الشهر ده في شهر شعبان بالذات آخر شعبان بيضغط علينا كله، اللي هي الكنافة والقطايف ضغط علينا جامد. يعني الكنافة والقطائف يتصدران المشهد بعد الإفطار، ويعتبرهما المصريون في مكانة الفانوس وأغاني محمد عبد المطلب. والله هي بقت حاجة أساسية على طول، لازم الواحد يعمل القطايف والكنافة والحاجات دي. دي عادة بقت عندنا إن احنا نشتري القطايف والحاجات دي، وكل سنة في رمضان من هنا من عند حاج عرف هنا. أنا بعد الفطار باكلها بالقشطة، الكنافة بالقشطة، وساعات باكل القطايف، وساعات لقمة القاضي بقى بنيجي ناخدها من هنا وبناكلها بعد الفطار برضه. طبق الحلويات على السفرة المصرية ما بيتحطش بعد الفطار على طول في رمضان. المصريين عشان بيبقوا شبعوا اخترعوا مصطلح جديد للحلويات مخصوص اسمه النقنقة. يعني ايه النقنقة؟ مصطلح ابتكره الجيل الجديد، معناه أن تأكل كمية كبيرة لكنها مقسمة على وجبات صغيرة، وهو ما يتوافق مع الحلويات الرمضانية. ممكن بعد التراويح بقى نبتدي بقى نبدأ نجوع، فممكن ناكل قطايف مثلا لغاية السحور. يعني ممكن تاكل كم مرة حلويات في اليوم؟ ممكن مرتين، أصلا مش حلويات على طول أنا، بس فباكلها مرتين بس. الكنافة المصرية أنواع والقطائف أيضا، دعونا نستعرض تلك الأشكال المختلفة وكيفية صناعتها في تقارير قادمة. عمرو أبو جبل، صباح مساء.